وزير اتكلم اتفضل يا فندم. الموجه الثالثه او حضرتك بتتكلم على السنه الثالثه؟ الموجه الثالثه بنقول ان هي يعني احنا بنتكلم على شهر اوائل شهر مارس، نص شهر مارس كده، لكن المهم الاستعداد ليها، وان احنا يعني الاطعمه الطبيه وكل وتوفر الادويه والمستلزمات، وان احنا دي يعني ايه المفروض ان احنا جاهزين ليها تماما ان شاء الله. لا يعني في الجزئيه دي تحديدا اتكلمت على مستشفيات، اتكلمت على توفير الحمايه الكامله للاطقم الطبيه بالكامل، كل حاجه ما عندناش مشكله في مثلا الاجهزه الخاصه بالتنفس، كل ده موجود، الاكسجين والحاجات دي موجود. كل ده موجود، ومش هيحصل زي بعد الموجه الاولانيه ان احنا هنقفل المستشفيات ونرجع نفتحها تاني، لا المستشفيات هتفضل برضو مخصصه للعزل عشان الموجه استعدادا للموجه الثانيه. هل في كلام على اي سلالات جديده من موجوده في العالم ظهرت عندنا، ولا ايه اللي قالته ست الوزير لو كنت سالتوها هذا السؤال النهارده؟ تم سؤالها على ده، وبرضه سؤال على هل التطعيمات موجوده، هل تاثر على السلالات الجديده ولا لا؟ طبعا السلالات موجوده، حضرتك عارف في اماكن كثيره جدا من العالم، لم يثبت علميا معمليا ان السلالات دي بقت موجوده في مصر حتى الان الحمد لله، ولكن حتى لو كانت هتبتدي تظهر احنا هنواجه هذه السلالات. لحد الان التطعيمات موجوده عندنا بتاثر في جميع السلالات اللي موجوده. السلاله اللي هي لم تظهر في مصر اللي هي ما بتاثرش بالتطعيم بتاع الاسترازينيكا. تم التاكيد على برضو الشركات اللي بتورد التطعيمات انه في حاله ظهور اي سلالات جديده سوف يتم التوريد للسلالات الجديده، يعني بيتم تحوير الطعم ده عشان يؤثر على السلالات الجديده زي ما حصل في جنوب افريقيا في الفتره اللي فاتت. لا، سلاله جنوب افريقيا لم تظهر في مصر. لا خالص، الحمد لله لم تظهر لحد الان، ولا ثبت علميا ولا معمليا. لان هي دي اعتقد الاخطر، مش كده؟ لحد النهارده هي دي الاخطر، لان هي دي اللي ما بتتاثرش ولا بالادويه ولا بالتطعيم. نعم. هل اتكلمت سياده الوزيره عن يعني تعديل البروتوكول العلاج الخاص بينا؟ هي النهارده قبل ما تيجي لنا على طول كانت في اجتماع مع اللجنه العلميه في الكورونا، واللجنه العلميه طبعا عارف حضرتك انها مكونه من اساتذه الجامعه وخبراء وزاره الصحه، وعلى اتفاق دائما مع اللجنه العليا للفيروسات في وزاره التعليم العالي، فهم في اجتماعات مستمره بحيث ان لو في اي حاجه جديده بتظهر في العالم كله بيبتدي تعديل البروتوكول، والتعديل الكامل بمراجعه والتعديل كل 3 اشهر بيحصل في بروتوكولات العلاج في مصر. سيادة الوزير بصراحة، ملاحظات اللجنة ايه النهاردة امام سيادة الوزيرة؟ ايه ملاحظاتكم بصراحة؟ هو النهاردة بص حضرتك، النهاردة كان في بعض الاخوة من اعضاء اللجنة اللي هم لم يتاح لهم الفرصة في الجلسة العامة انهم يبدوا ملاحظاتهم، فاحنا ادينا لهم هذه الفرصة. التأكيد على استعداد الدولة كلها للمرحلة استكمال المرحلة الاولى من التأمين الصحي الشامل في الخمس محافظات، وبرضو طلبت النواب للوزيرة ان في بعض المحافظات الاسراع في دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبعض مطالبات بقى توافر بعض الاجهزة والمستلزمات في بعض المستشفيات في محافظات مختلفة في مصر.